خبرني فد واحد قال لي احنا ما ادريش قد رقم هاي عنوان الطاني، قال لي يعني من هناك اذا خبرك. قلت له شو تريد؟ امريكي. شنو هذا العنوان؟ قال لي هذا الوايت هاوس. قلت له كلب ابن الكلب، قلت له يعني مو موظف عند الوايت هاوس. طبقت التليفون بوجهه، قلت له بشرف اذا خابر مرت له خابر شعوبات مكافحه الارهاب الانجليزيه بتعدون علينا بهالطريقه هاي. فسديت التليفون. هذا كله نتيجه الفوضى اللي اكتنفت الموقف الامريكي بعد الاحتلال، ما يعرفون ايش يسوون. نعم، كل شيء ما يعرفون ايش يسوون. يوم احتلال، يوم ماكو احتلال، يوم حل جيش، يوم لا تحل جيش. اجتثاث البعث من سووه الاجتثاث. قلت له قال لي ليش ما تروح انت لامريكا؟ قلت له يعني بعثك هنا، فهمت؟ تجتثوني وتلزموني هناك وتذبوني بالسجن. على اساس انا اروح لامريكا. نعم. طيب كان الكونغرس مطلع اجتثاث. نعم، هو الكونغرس يعني مو بس الاداره الامريكيه، الكونغرس. نعم، الكونغرس مطلع اجتثاث البعث.